مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر عدسة شبكة النجوم الإعلامية، مستمرين ومتواصلين معكم في تغطيتنا لمنافسات مونديال الأحياء المدي 21. أستضيف في هذه اللحظات رئيس مؤسس ورئيس وقائد فريق سلام الجامعة الكابتن عبد الرحمن السهيمي، بعد الانتصار على فريق صقور بني مالك بثنائية نظيفة والتأهل إلى دور الثمانية من مونديال المدي 21. ألف مبروك كابتن، الفوز، التأهل، الانتصار، مواصلة الانتصارات والنجاحات. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ألف مبروك لنا سلام الجامعة، هارد لك لأخواننا صقور بني مالك، معوضين خير إن شاء الله. شكرا على كلام والإطراء الجميل حبيبي. اليوم مباراة كانت مهمة بالنسبة لكم، حققتم المهم والأهم، فوز مستحق، ثلاثة مباراة خرجتم بها ببطاقة التأهل وبشباك نظيفة. وش الحمد لله، والله جاي مضغوطين، يعني لعبنا قبل امس يوم الربوع دوره 32 هنا، ولعبنا امس 8 في بطوله كنز الاثاره، واليوم دوره 16، لكن ما شاء الله تبارك الله ب 15 لاعب او 14 لاعب ما شاء الله مقصرين، عندهم رغبه انهم يحققوا البطوله هذه باذن الله، ان ربي يكرم البطوله هذه باذن الله. كثره مشاركات فريق سلام الجامعه، هل تجعل لاعبين الفريق بمعدل الاعمار الجميل والرائع تحت الضغط، ام ان هذا الامر يعطيهم حافز للمنافسه؟ لا لا لا، الحمد لله لعب سلام الجامعه معروفين اشعارهم دائما القتال والروح داخل الملعب، ومرقبين بالمحاربين، عاد المحارب ينزل في أي مكان ويكون جاهز لأي معركة الحمد لله. سلام الجامعة يصل إلى النهائيات، يخسر أيضا إلا النهائيات، شو السر؟ والله الحمد لله احنا مشاركين في أربع بطولات قبل هذه البطولة، مشاركين أربع بطولات، وصلنا أربع نهائيات، أخذنا اثنين وخسرنا اثنين، والحمد لله راضين عن عملنا وعن نتاج الفريق. اليوم المدي 21 هدف رئيسي للفريق في هذا الموسم، رسالتك للاعبين؟ والله من 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 اللي ما يتمنى ياخذ مونديال الأحياء بطولة المدي، لأن كم سنة نحاول نجيبها بإذن الله، بإذن الله هي كان طموحنا مع بطولة الرابطة، بإذن الله أن الحين وصلنا دور 8 بإذن الله، ربي يكرمنا ونحقق البطولة بإذن الله. سعد بتواجدك، شكرا لك، إزاحة الفرصة، كل التوفيق حبيبي. شكرا للاستضافة، الله يسعدك.